كهربا بصراحة حتى لو تأثير الكهرباء بقى متأخر محمد قوي يعني. شريف كويس وجاب جول، ما تلعب كهربا مكان طاهر، ايه المشكله؟ ما هو كهربا اصلا كان بيلعب في الحته دي. صح، انت ده هو مركزه مش كهربا الأساسي. ده كان يعني هو متالق وفي معظم الماتشات كان بيجيب وبيخلص اهداف لمؤثر مؤثر. وبيضغط بشكل كويس، انت فاهمني؟ طب ما تحط كهربا، يعني مش عشان النادي الاهلي ظهر بمظهر وحش نقول كده، لا احنا بنتكلم كل كل ماتش مرة على وليه فكرة. الشغل بتاعه. حتى صح، القندوسي ده لعيب كويس قوي بس اهو، مش الماتش بتاعه. مش ماتشو، طالما انت مش هتضغط من قدام صح. يبقى مش ماتشو، يبقى انت لازم تلعب هو الثلاثه بتوع نص الملعب دول فيهم ميزه. ايه بقى الميزه؟ ان مروان ممكن يروح يلعب على الجون، اليو ديانج بيكمل ويشوط يكمل. وانت عارف، حمدي فتحي تكملته من تحت والناس كلها اتكلمت عليها بيكمل بشكل وعملها كويس. كتير كويس. الثلاثه دول لما يبقى هجوميا ودفاعيا بشكل كويس تحطهم في الماتش ده ولا ما تحطهمش؟ طيب انا عارف ان ممكن يقول ايه الراجل، وانا متاكد ان كولر ما قالش الناس دي تنزل في حضن الديفنس، دي بقى ثقافه لعيب اللي انا بكلم عليها، ان احنا ما عندناش الثقافه. بسبب ايه بقى؟ الضغط مثلا يا كابتن ابراهيم، يعني ممكن يكون الموضوع ليه علاقه بضغط الجماهير، لا كلام من ده، ضغط ايه؟ بما اننا احنا ما بنلعبش في جماهير برضه يا لا جماعه. ما لا دي ملهاش حاجه احنا علاقه. اصلا سلبيه، ايه يا ما دي مين ده؟ حاجه سلبيه ايه يا عندنا مين في ده؟ الكوره. النادي الاهلي يا امين ما النادي طبعا. الاهلي ونادي الزمالك وكل منتخب مصر نفسه لا يا امين بيجي ماشي، في جون في اول، برضه في تصفيات يعني كاس برضه العالم في اول ماتش قدام الجمهور. اللعيبه دي لا لا، برضه يعني الجيل ده مش متعود يا كابتن على جيل ايه ايام. بس ده كنتوا الجيل ده، بتلعبوا قدام كام؟ كنتوا ده بتلعبوا الجيل قدام ده كام اللي واحد؟ متصيد، بص ده الجيل ده اللي والله متصيد، يا والجيل ده اللي كابتن بياخد ماشي، فلوس، والجيل ده اللي انتوا على عمال يرص ايامكم كنتوا احسن بتلعبوا قدام كام لعيبه في واحد؟ العالم. كنتوا ايه بتلعبوا قدام كام واحد على ايامكم؟ هي المدرجات بتبقى بتاع فيها قد ايه؟ اقل حاجه 70,000. حلو، لما بتطلعوا بره ملهاش بتحسوا علاقه. بالرهبه. لا لا ملهاش علاقه طيب يا امين، بس برضو مش، لا 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 ملهاش بس علاقه. اللعيبه دي لعبت مباريات انا كثيره مش جدا فاهم طبعا يا جماعه. ما فمش بقولش ان ده حتى السبب مهما الرئيسي، ما فيش جماهير والكلام ده مش انا مش بقول ان ده هتطلعش، السبب مش الرئيسي عايزين يا نطلع جماعه. انا مش مبررات. بقول ده مبرر، انا بقول لك مش ده السبب الرئيسي، بس بقول لك دي من ضمن الحاجات اللي لا احنا ما انا مفتقدينها في بالنسبه الكره لي ما المصريه. انا بالنسبه لي عادي يعني، جمهور عادي. موجود او مش موجود انت يا مش رئيس. بتتكلم عن النادي الاهلي او نادي الزمالك او منتخب مصر، بتتكلم على ناس بملايين، بس هو ده بتتكلم الواقع على ناس دلوقتي يا كابتن وائل. الواقع، يبقى نتكلم على قد حدودنا، محدش بقى يعصبني. طيب ما هو ده الواقع. طالما انت بتتكلم على واقع وبتتكلم على لعيبه مش متحمله ضغط ايوه جمهور واضح، بره، واضح ان في او لعيبه كتير. لعيبه دي اصل انا الجيل ده واضح ان والجيل في اللي فات، ايوه في يبقى ما لعيبه. تكلمنيش، يبقى اتكلم على قد حدودك. انت طيب حدودك فين؟ يبقى لازم تعرف حدودك، يبقى اتكلم على قد حدودك، انا مش مش، انت لا كأمير انا فاهم الكره ده المصريه. جمهور، انا مش متفق في حته ما الجماهير انا دي بصراحه. بتكلم اتفضل. بس يا ابراهيم، لان انا اللعيبه اللي موجوده دي، حاجتي اتفضل. لا يعني كم المباريات اللي لعبوه سواء مع الاهلي او حتى في جماهير ما فيش جماهير، كثره المباريات والمشاركه دي بتديك خبره، حتى لو في جماهير، حتى لو الاستاد ده متقفل. فين شخصيه شخصيه اللعيبه دي جوه النادي الاهلي؟ فين الروح؟ طب مش شخصية اللاعب دي بتيجي من خبرات تراكمية ما ومن ضغوط كتيرة لعب قدام لا فيها ملهاش مع علاقه جمهور وكده، ولا مش بالمشاركات، كم اللعيبه اللي موجوده دي جزء من لعبت الأجزاء؟ يعني. بس النهارده انت كم عندك ايه ده كل اللعيبه دي كله لعب. كله لعب، يعني هي لعب كل تحت اللعيبه دي ضغط بقى لها قد ايه في النادي الاهلي؟ بقالها كتير. مش دي اللي كانت بتاخد بطولات ودي اللي قعدنا نرفع من يعني تحت يا امير؟ الضغط فين؟ هو احنا لما نخسر نقول كذا، لا يعني ولما نكسب نقول كذا؟ انا مش اسمع، بقول، ولما نكسب الناس ترفع الناس كلها في العلالي وما تستناش بس شويه، هو ولما انا بقول لك نخسر نقول النهارده ان ده السبب الرئيسي؟ ولا رئيسي ولا جزء انا مش بقول لك ان ده السبب ولا جزء الرئيسي، يا انا بقول ان امير. الكره المصريه مفتقده حضور الجماهير بغزاره. كلم يا ابراهيم انا عشان يعني ممكن حته ايوه بس يا جماعه، مش تاثر على مباراه يعني مصيريه. والله ما خليش بقول امير يا ياثر جماعه، عليك، ما انا بقول بقولش لك لا يا يعني. بص جماعه، انا ما حته بقولش ان الجماهير ده دي السبب حاجه الرئيسي. اساسيه لا بس اله الا مش الله، سبب رئيسي، انا ما بقولش ان ده لان السبب شخصيه الرئيسي. اللعيبه دي لعبت كم مباريات غير طبيعي، ملهاش علاقه. فين شخصيه اللعيبه؟ شخصيه اللعيبه اوكي جوه متفق الملعب فين؟ معاك. مش لا موجوده مش موجوده النهارده طبعا حقيقي، مش موجوده. طبعا. يعني اللعيبه بتتكلم بس اللي هو ايه المبرر ان انا يجي فيها هدف اول 3 دقايق؟ عدم ما مش تركيز، عارف، عدم تركيز، المنتخب والاهلي والزمالك في تركيز، مناسبات عدم كتيره. تركيز يا امين. بس طبعا عدم تركيز، اللعيبه مش مستعده ونازلين المباراه فاكرين المباراه هتبقى سهله. انا عرفتها من الضغط، اللعيبه الثلاث لعيبه اللي بيقابلوا اللعيبه على ال 18.